وخطبت فاطمة بنت الحسين عليهما السلام ذلك اليوم فقالت: الحمد لله عدد الرمل والحصى وزنة العرش إلى الثرى، أحمده وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن جدي محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وأن أولاده ذبحوا بشط الفرات من غير ذحل ولا تراث. اللهم إني أعوذ بك أن أفتري عليك الكذب أو أن أقول عليك خلاف ما أنزلت على رسولك من أخذ العهود والوصية لوصيه علي بن أبي طالب عليه السلام المسلوب حقه المقتول من غير ذنب في بيت من بيوت الله، تعني مقتل جدها علي في مسجد الكوفة، المقتول من غير ذنب في بيت من بيوت الله فيه معشر مسلمة بألسنتهم تعسى لرؤوسهم ما دفعوا عنه ضيما في حياته ولا عند مماته، حتى قبضته اللهم إليك طيب العريكة محمود النقيبة معروف المناقب مشهور المذاهب، لم تأخذه اللهم فيك لومة لائم ولا عدل عادل، أديته اللهم للإسلام صغيرا وحفظت مناقبه كبيرا، ولم يزل ناصحا لك ولرسولك مجاهدا في سبيلك زاهدا في الدنيا غير حريص عليها، رضيته فاخترته وهديته إلى صراط مستقيم. يا أهل الكوفة إنا أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا فجعل بلاءنا حسنا وجعل علمه عندنا وفهمه لدينا، فنحن عيبة علمه ووعاء فهمه وحجته على الأرض في بلاده لعباده، أكرمنا الله بكرامته وفضلنا برسوله على من خلق تفضيلا كثيرا، فكذبتمونا وكفرتمونا ورأيتم قتالنا حلالا وأموالنا نهبا كأننا أولاد ترك أو كابل، كما قتلتم جدنا بالأمس تعني عليا عليه السلام وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت لحقد متقدم قرت بذلك عيونكم وفرحت قلوبكم افتراء ومكرا على الله والله خير الماكرين، فلا تدعونكم أنفسكم إلى الجدل بما أصبتم من دمائنا ونالت أيديكم من لحومنا، فإنما أصابنا من المصائب الجليلة والرزء العظيم في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فقور، تبا لكم فانتظروا اللعنة والعذاب، فكأن قد حل بكم وتواترت من السماء نقمات عليكم فيشحتكم بعذاب
ويذيق بعضكم بأس بعض ثم تخلدون في العذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمتمونا ألا لعنة الله على الظالمين. ويلكم يا أهل الكوفة أتدرون أية يد طاعنتنا منكم أم أية نفس نزعت إلى قتالنا أم بأية رجل مشيتم إلينا تبغون محاربتنا. أجل والله قست قلوبكم وغلبت أكبادكم وطبع على أفئدتكم وختم على سمعكم وجعل على بصركم غشاوة فأنتم لا تبصرون. ويحكم أي ترات لرسول الله عندكم ودحول له لديكم بما عنتم بأخيه جدي علي عليه السلام وعترته الطيبين الأخيار. وافتخر بقتلهم مفتخر منكم فقال نحن قتلنا عليا وبني علي بسيوف هندية ورماح وسبينا نساءه سبي ترك ونطحناهم فأي نطاح. بفيك أيها القائل الكتكث والأثلب أي بفمك التراب افتخرت بقتل قوم زكاهم الله وأذاب عنهم الرجس وطهرهم تطيرا. فاكظم وقعي كما أقعى أبوك من قبل فإنما لكل امرئ ما اكتسب وما قدمت له يداه وما ربك بظلام للعبيد. أحسدتمونا على ما فضلنا الله تعالى به ثم قالت علي السلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فضجوا بالبكاء والنحيب وقالوا حسبك يا ابنة الطيبين فقد احرقت قلوبنا وانضجت نحورنا واضرمت اجوافنا. فسكتت عليها السلام.